هذا هو كارينيو الذي نتحدث عنه والذي يريد نجاحا في تجربته بعد مباراتين في بداية المشوار مع فريق الحزم. فاز على الرائد 4-3 يا جيسوس، وتعادل أمام الاتحادي بهدفين مقابل هدفين يا شلهوب. الهلال بالتأكيد سيأتي إلى هذه المباراة وهو يعرف هذه الحسابات، وهو لا يتمنى حدوث أي مفاجآت. دور 16 مشاهدينا، النصر والاتفاق، دور 16 الأهلي وأبها، الفيحة والاتحاد، وهنا ضربات البداية لشوط المباراة الأول. تحياتي محدثكم فارس عواض في مباراة يبدأ فيها فريق الهلال ضربة البداية في نجاحات الهلال الكبيرة في المواسم الماضية على مستوى القارة وعلى مستوى البطولات المحلية، ولديه من الأرقام ما بين النادي والملكة. إلى ميشايل، عادت إلى البريك، عرضية الرأسية صالح، لكن الكرة الأولى والتهديد الأول. اليوم تمت إراحة المترو ولكن قطار الهلال يريد أن يستمر. شوف اللقطة، إلى ميشايل، عادت إلى الروبن، بيرسل الكرة إلى ميشايل، عرضية، الله، لكن الأهلي ما زال الأكثر فوزا بلقب هذه البطولة. ومالكوم قوية، ولكن الكرة إلى خارج الملعب، كانت عن طريق مالكوم، حاول أن يبدأ، حاول أن يهرب، لكن كرة إلى خارج الملعب. كنت أتكلم عن السجن ماجد كشيش، التمريرة من توزي، بيرسل الكرة البرتغالي، وصلت بعد ذلك إلى ميشايل، إلى البريك، عرضية، التصويبة من الحمد آخر يا ميشايل، ميشايل عدى، عرض، لكن الكرة بتضيع، والكرة بتروح، والكرة تصل بعد ذلك إلى خارج الملعب. يريد أن يظل مزعجا مقلقا يا جيسوس، أرحت اللاعبين الآن. العرضية قد تأتي، العرضية، والكرة فيها استلام، تصويب من جانب مالكوم، لكن هذه ضعيفة، والكرة كان يطالب فيها شيء مالكوم البرتغالي جيسوس صاحب 69 سنة. عدى، لو عرض، عرض الآن في مكان، لكن البريك موجود. الكرة تصل إلى الحمدان، عرضية، أرضية، صالح استلم، صالح طالت عليه وتحولت بعد ذلك إلى حارس المرمى أيمن دحمان. تويحة جدا، والكرة بتصل وقد تكون أروع، الله يا توسي، تصويبة يا رب يا بادموسي. شوف الكرة الأخطر، الضربة الأولى يا كارينيو، هل كنت تريدها؟ هل كنت تريد أن تحتفل؟ هل تعرف بأن الفرص قد لا تأتي كثيرا؟ توزي أغلبها للهلال يا روبن نيفيز، وهذه للهلال، لكن ضاعت خلفك يا مالكوم. شوف روبن نيفيز وين وصل، وين تواجد، عرضها، مالكوم يبتسم ويحافظ على هدوءه. هذه الكرة اللي مر فيها لاعب على لاعب، لو عدى، عدى، عرض، الكرة مرت، هي تسديدة على عرضية مع بعض، لكن الكرة مرت إلى خارج الملعب. ميشايل يطالب أكثر، لكن تبقى الخطورة، تبقى الخطورة يا ياسر. الكرة العرضية ممتازة، تغطية من الكابتن الآخر، كابتن يقابل كابتن، والآن إشارة الأوكي. مالكوم قصيرة في مكان إلى ميشايل، تعود مرة أخرى إلى ياسر، العرضية ليست الجهة اليمنى، الكرة بتصل إلى ميشايل، ميشايل لمسة، ولكن ممتازة التغطية، الحكم يشير إلى خطأ لمصلحة محمد البريك. 22 دقيقة، تصل باتجاه روبن نيفيز، مالكوم لمسة، البريك عرضية، الله يا البلاي على غير العادة. هل تعرف أن هدفك كان آخر أهداف الهلالي في النسخة الماضية وكان يساوي ذهباً، لكن هذه ذهبت ولم تكن ذهباً يا حاول، مرار، وصلت إلى البريك، عرض، الكرة أقصى اليسار، لكن روبن نيفيز، شوف الروبن الذي سجل هدفهم أمام الجبلين كأنه يذخر أهدافه لبطولة الكاس. هذه التمريرة، هذا التحرك، هدف أيضا، وكلاهما سجل الهاتريك، لكن من يقول اليوم كلمة؟ من يلعب دور المهاجم في تواجد ميتروفيتش في دكة بدلاء جيسوس؟ هل ينجح؟ كان إلى توزي، استلم، توزي سلم، الكرة العرضية في مكان،
لكن هناك ضربة ركنية ليست كثير ركنية لمصلحة حزم الصمود، عرضية لكن عدت الكرة وتحولت إلى خارج الملعب، والكرة تصل إلى خارج الملعب، ضربة مرمى على لاعب عدى وقف، يا سلام، لكن قراها علي البلاهي. بعد ذلك مالكم وصلت إلى الحمدان، وصلت بعد ذلك غير راية إلى روبن نيفيث، ولكن إلى صالح الشهري. كراتك يا روبن عادت بعد ذلك من جديد. بدأ فريق الحزم بثقة أكبر، بصمود أكبر في افتكاكاته للكرة، في محاولة روبن نيفيث بيرسل كرة في مكان عرضية، وصلت بعد ذلك الكرة المقطوعة. العبسي وماجد، والآن الهجوم، والآن الهجوم، علي البلاهي في الوقت المناسب يحبط المفاجأة، توسي يقاتل ولكن كنو يقطع الطريق، يسقطون هنا، يسقطون. الكرة تصل في مكان، بيلعب لك كرة إلى روبن، عادت بعد ذلك إلى كنو، قوية، تغير اتجاهها، قلت قوتها، سلاح التسديد من كنو بعد كرة أولى من الحمدان في البداية، بيرسل كرة والآن يطلبها في المكان، ممكن العرضية، تنبكتي يقطع العرضية، لكن مجهود كبير لبدا موسي، والاستلام ميشايل والعرضية، الدربكة مقطوعة والكرة بترجع إلى توزي، صارت مرتدة، يا سلام لو وصلت يا توزي، فالمرتدة يحاول فريق الحزم عن طريق بدا موسي، حظا وقف في إيقاف هجوم الهلال، والآن في الوقت بدل الضايع، الكرة الرأسية ضاعت يا صالح، ضاعت يا شهري، أول الكرات التي تأتي لك في هذا الشوط بعد عرضية خطيرة من ميشايل. شوف صالح، هو تحرك، هو تمر من فكرة ولكن بدون تنفيذ. عبد الله الحمدان صارت مقطوعة، هناك خطأ لمصلحة الحمدان، فكندم من لقطة كانت للحزم يا فايز إلى خطأ وإنذار على الحمدان في أو على أبو سبعان في اللقطة الحالية. شوف هذا القد الهلال، الكرة ترجع إلى مالكوم، روبن نيفيث إلى مالكوم، يسقط ركلة جزاء، ينجح مالكوم في الحل الفردي الذي يبحث عنه جيسوس هنا في منطقة الجزاء، وسط احتجاج كبير من لاعبي فريق الحزم، روبن نيفيث بينية، مالكوم يريد أن يهرب، فكوندو شوف اللقطة هذه، الوانتو ما كان فيها تسلل، وبعد ذلك الاشتراك والسقوط، والآن نشاهد هذه اللقطة، هذا الاشتراك، هذه اللعبة التي طالب فيها مالكوم بخطأ والتي احتج عليها لاعبو الحزم في سجل الهدف على الجبلين. الآن سيتقدم روبن نيفيث بعد أن حصل مالكوم على ركلة جزاء، روبن نيفيث يتقدم لهذه الكرة، الله، من يسار تياغو إلى يمين روبن، دائما نيفيث للهلال، نيفيث للهلال من علامة الجزاء، يسجلون هدفا في هذه المباراة من الجبلين، هدف إلى الحزم، هدف روبن نيفيث وأهدافه في بطولة الكاس، 1-0، يتقدم الزعيم، يتوقف قطار الهلال على الأقل هنا. شوف روبن نيفيث يضعها صعبة، الحارس راح لكن هي بعيدة بجانب القائم، هذه اليمين الآن يتكفل بها ياسر الشهراني إلى روبن نيفيث، حتى خطأ صح، وهنا خطأ لمصلحة صالح الشهري في هذه اللقطة لمصلحة فريق الهلال. نشوف ونتابع جزام، نيفيث كان يصوب من هذه ولكن باليسرى، نيفيث آخر، ولكن الكرة إلى خارج الملعب، ضربة مرمى من جانب اللاعب. أخرى تمريرة إلى مالكوم في مكان، ممكن العرضية، عرضية باتجاه المرمى، هذه عرضية، هذه لوب، ولكن الكرة في الشباك الخلفية، والتمرير الآن في مكان إلى بادو ماسي، استلم حظاً، صواب، يا للكرة، يا للمرمى، هاي فرصة
كيف ستنام؟ كيف ستنام؟ يا بادوموس يا بادوموس، انت عامل شوط كبير، هذه لا تضيع من الهداف، المرمى امامك، انه لو فتح مساحة روبن يبحث عن المساحة، ميشايل كلها في عرض الملعب على طريقة كرة اليد، يتناقلون الكرة، يقربون يقربون، لكن لسه يا جيسوس لم ركنية، البحث عن الهدف الثاني لمصلحة الهلال، كرة عرضية لكن الدفاعات محمد الثاني يبعدها، القدم والنقلة والبينية والعرضية، الكرة بتتهيأ ولكن الكرة بعد ذلك كيف تتخلص؟ أول انطلاقة سافيج، إلى سافيج، سافيج يرسل كرة إلى ياسر، ممكن العرضية ولكن الكرة سهلة والكرة تعود بعد ذلك إلى ياسر، يتقدم سافيج، الله على التمريرة، يا سلام يا سافيج، عرضية تأتي من مالكم في مكان، ميشايل في مكان، مترو، مستحيل يا مترو، هذا ما يحدث عندما يفوتك القطار، هذا ما يحدث عندما يفوتك المترو، 2-0 يتقدم الهلال بهدف من أقدامك أنت يا سافيج، خليك من كل اللي صار، عرضية مالكم الحلوة، تمريرة ميشايل الذهبية، إنهاء متروفيتش في جيكفار، في جيكفار، لكن أنت يا سافيج، أنت يا سافيج، كيف أن ينسى هذا هذه التمريرة؟ نعم وقد نشاهد الجيكفار، إن ألغي فإن أحد أجمل الأهداف ألغي، الله يا ياسر، انظروا إلى تمريرة سافيج، عندك وقت عيد اللقطة، عيد الهجمة، لكن انظر، الله الله يا بدو موسي، يا للهدف الذي ضاع، أرسلها هناك، يا للسرعات، يا للتحولات، يا للسقوط يا مالكم، ركلة جزاء، الله على أسرع مرتدة تشاهدها في هذه الأوقات، يا لميشايل ومترو ومالكم، هذا مالكم، مالكم غنى عنا ولا فك منا، يسجل أولا ويفعلها ثانيا، الله، إنه لا يخطئ أهدافه أبدا، إنه متروفيتش، وهل أتيت لأمر غير ذلك يا مترو؟ هذا ما تجيده فقط، هذا ما تعرفه فقط، هذا ما تفعله فقط، هذا ما تجعلهم يحتفلون به، ليس فقط